ديفينيسيون اللي كاينين في هذا نيسان كاشكاي اكسيليراسيون صغيره الثمنه ديالها عندكم ليكرون هنايا بيس بيس صافاكم خوتي خواتاتي كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. مرحبا بكم في ريفيو جديد على طوموبيل جديده. الفيديو ديال اليوم باغي يكون على واحد الطوموبيل اللي طلبتوا لي بزاف لي كومونتير اللي هي نيسان كاشكاي الاخرى 2023 لا ثروازيام جينيراسيون في هذه الفينيسيون هذه اسيطه بات اوتوماتيك SUV كومباكت عائليه وعصريه زوينه بزاف كما العاده. غنشوفوا الديزاين انتيريور اكستيريور ديالها وغادي نقول لكم معلومات اللي خصكم تعرفوا عليها. الى كنتي جديد اول مره كتفرج فيا ما تنساش انك تابونا وبداو على بركه الله كما العاده ليتس جو. برودكسيون ديال نيسان كاشكاي بدات في 2007 الجيل الاول من بعد داروا ليها الغوسيليك. 2013 خرج الجيل الثاني ديالها وحتى هي داروا لها فيس ليفت اللي ديجا كنت صورت لكم وهذا هو الجيل الثالث ديالها اللي بدل تماما فيتشوريست ولا شو مودرن وكتشبه لختها الصغيره نيسان جوك اللي حتى هي راه ديجا صورتها لكم. اللي ما شافش الفيديوهات يدخل يتفرج فيهم لي زوبتيك راه كيشوف فيها ليد على شكل بومبونغ هنايا لي فو دجور عندكم لي فو دكروازمون والفار ولك لي نو طومبولات عاديين الوجين كما قلت لكم. هاد الفينيسيون راه اسينتا بواط اوتوماتيك هاد لا كالوندغ على شكل في ميلونج ما بين الكروم ونوار لاكي وفيها شريطات هنايا كحلين ولي زونتخي ديغ لي كيبردو الموتور تبرد عاوتاني كيدخل حتى من هنايا واللوغو ديال نيسان كبير بالكروم. نيسان راه شركة يابانية كرياسيون ديالها كان سنة 1933 وفي 1999 ولات تابعة لجروب رونو. الكابو كما كيبان لكم سامبل فيه واحد ليلين في الجناب ولونتي بغويا حتى هو ليد هنايا ديسكري داير بالكروماج واحد لي بريز دير حقيقيين حتى هما كيعاونوا في لايغو ديناميك وكيبردوا فرانات. وهاد لالام هنايا بالبلاستيك وكاينه كاميرا القدام اللي كتعاون في فرونشيس مودلين ايدو ماتيان دو لافا وفيها فريناج دورجونس. بالنسبه للموتوريزاسيون اسونس 4 سيلندر 1.3 لتر كديفلوبي 156 شيفو و 270 نيوتن متر في الكوبل كاع لي فينيسيون اللي خارجين دابا كاملين اسونس. باساج دورو هنايا بالبلاستيك لي جون 17 بوس ديزاين ديالهم حتى هو ما بينش بلوات كونتينونتال. هاد لي سايد بلايد حتى هما بالبلاستيك اللي كيبروتيجيو الباب واحد ليلين كما كيبانو ليكم وفيها كيليس انتري هذا هو السالوب ديالها اكسي ديماراج مان ليبغ. الكوك ديال لي غيترو كولور كاروسري رابطاب الكتريكمون فيهم ريبيتيتور ديال كلينيونتون والكروماج هنايا في ليلين ودو بروفيل. ها انتما كيفاش كتبان ليكم كاتيجوري ديالها راه اس يو في كومباكت. طول ديالها 4 متر و 43 سنتيمتر الوزن ديالها طون 404 كيلوغرام. لونتين غوكان لي كبير و هاد السبويلور اللي كيعطيوها منظر رياضي وفيه تروازيام ستوب. لي في الاغيغ راه ليد الشكل ديالهم حتى هو زوين ودايرين مع الكاروسري لي كلينونتون لي بولات عاديين الوجين. قرشو كلورا فيه حساسات غادا غوكول مفيهاش حساسات القدام كيشوف لي فينيسيون لي عامرين. كاميرا غوكول و لانسكريبسيون كاشكاي هنايا بالكروم لوغو عاوتاني ديال نيسان بالكروم. هاد البارشوك هنايا عندكم بلاستيك لونشي بغوياغ وهاد سورتي دي شابمون فاكتيس ماشي حقيقيين اصليين راه كاين لتحت هاهي كما كتبان ليكم. بالنسبة للكوفر راه فيها مانويل الفوليوم ديالو 504 لتر كاين لي سباس كافي مويان في هاد الكاتيغوري. ملي كتهبطو لابونكيت اغيغ راه كتزاد ليكم مساحة و اكليغي. عندكم هنايا واحد البخيس 12 فولت باش تشارجيو وهذا هو اللور ديال الطوموبيل حتى هو راه زوين وعصري. الفوليوم ديال الغيزيرفوار 55 لتر مساحة اللور راه قادة. الطوموبيل راه فاميليار كيما قلت ليكم عندكم ايزوفيكس اكودواغ اللي فيها لي بورت كوبلي. هانتوما مساحة قادة في راسي شي فرجية بعيد على الكرسي. بوش هنا كليماتيزاسيون ما كتوصلش اللور من لي زانكونفينيون. هاد البولات هنايا ولي فيتخ اللور راه الكتريك بوانيات بالكروم وهاد الفينيسيون هنايا بالكوير حنا غادي نشوفوها لقدام وغادي نعاود نضربو الدور عليها كيما موالفين في كاع لي فيديو. خليو لي لي كومونتيغ ديالكم اللي كنقراهم وكنجاوب عليهم. هادي المقدمة ديال السيارة ولات زوينة وهادي هي الهوية اللي غادي تلقاو في كاع الموديلات الجداد ديال نيسان. السالوت ديالها كيما وريتكم هو هذا فيها كيلاس فيها نيسان هنا فاش كتسط الطوموبيلة فاش كتحلها. وغادي نبداو كما العادة بكونتخ بورت لي فيتخ بربعة إلكتريك هنا فاش كتلوكي لي فيتخ على الدراري الصغار لي غيترو فيزور حتى هما إلكتريك وغاباطابل. هنا فيغمتيغ سونتراليزي بوانيات بالكروم وعندكم هنا بلاستيك موسي
كوير نوار لي سيغ بيكور بايدين. وهاد الماتيغ هنايا فحال الخشب بحال البوا بيانو بلاك. مساحة ديال التخزين في الجنب. لي سياج تيسي كحل كبار تخي كونفورتابل. لي سيغ بيكور بايدين. لوطو ستار ستوب لا بغيتو تفصلو هادي ديال الايدو ماشيان دو لافوا. الفوليوم ديال الضو و الفوليوم ديال لانسترومونطاسيون. و الطابيات راه فيهم غابيل ديال نيسان كاشكاي. نخرج كيما موعدين. بوطونا باش كديماري ستار انجن جات لتحت. الفولون ميتشي فونكسيون بالكوير في واحد ميب بلاص صغيره هنايا. لي سيغ بيكور كحلين عاوتاني. الكروماج بيانو بلاك. اللوغو عاوتاني ديال نيسان. هاد البلاصه هادي فاش كتحكمو في ليكخون هنا تي اف تي 7 بوص فيها المعلومات على الطوموبيله. الكونتور اليغوي الكيلومتراج الار بي ام في 140. لي فينيسيون لي عامري راه كيكون فيرتوال كوكبيت. فاش كدوزو بلاي ليست الفوليوم ديال الصوت هنا. ريغولاتور ليميتور فيتاس تليفون او كوموند فوكال. لي باليت او فولون بلوس سور موان. لاليماج دو فو راه فيها اوتوماتيك. كلينيونطون و لابيل فار. و الجنب لاخر راه فيها لي سويكلات حتى فيها اوتوماتيك ديتيكتور دو بلوي. و الطابلو دو بور هذا هو الشكل ديالو كما قلت ليكم. اليغوي او لوز ديجيتال اللي فيه المعلومات. اكرون تاكتيل 8 بوص اللي فيها سيستيم ملتي ميديا كومباتيبل مع ابل كار بلاي و اندرويد اوتو. لي فينيسيون اخرين اللي عامرين راه كيكون 9 بوص على حسب لي فينيسيون الطاي ديالهم. هنا كاينين دي راكورسي عاوتاني فاش كدوزو بلاي ليست اوديو المنيو الكاميرا و التليفون. و هادي حتى راه كدوزو بها الراديو و جات محطوطة هنايا. الشكل ديالها زوين. كليماتيزاسيون راه كتجي فيها اوتوماتيك بيزون ديجي فغاج تريونغل. لي بيز دايغاسيون جاو جوج هنا وحدة هنايا و وحدة في الجنب. و الفينيسيون هنا بالكوير لي سيغ بيكور بيضين واحد الباكيت بالكروم. كاين غوشارج باغ انديكسيون. بوطونو باش كديماري كيما قلت لكم ستار انجين بخيس 12 فولت. فرانمان الكتريك والاوتو هود اللي كيشد لكم فران. وبواطا فيتاس راه كتجي فيها اوتوماتيك سي في تي. فوق راه عندكم ريفيرس فاش كطلع لكم كاميرا مع لي لين دو كيداج. كاين نوتر ودرايف هي فاش كتسوقو. وباركينغ راه جا الوسط. درايف مود لي مود دو كوندويتش من هنا. كاين سبور ستوندار ايكونوميك ودايره هنايا بالكروماج. لي بورت غوبلي اكو دوار لي مخدومه بالكوير لي سيغ بيكور بايدين. فيها واحد ليسباس دو رونجمون جوج ديال لي بريز يو اس بي تيب سي. ولي سياج هذا هو الشكل ديالهم كبار. باطاغون في الجنب الكبيره حتى هي. ومساحه اخرى في الجنب هنا بلاصه نضادر دواو وفيزيغ اللي فيها مرايه وليميغ دو كورتواسي. دونك الخوت هذا هو الانتيغيور ديال نيسان كاشكاي 2023. ديفينيسيون اللي كاينين في هاد نيسان كاشكاي 2023 لا 3ème جينيراسيون. كاينه اسينتا ان كونيكتا و تيكنا. فيها جوج ديال لي بواط مانيوال و اوتوماتيك. مانيوال كتجي فيها 138 شيفو و اوتوماتيك راه كتجي فيها 156 شيفو. هي هادي اللي معانا. وجوجهم راه كيجيو اسونس. من لي زانكونفينيون ديالها هما مخرجوش شي موتوريزاسيون اخرى باش تقدر تنافس مع لا كونكيرونس. الثمينة ديالها من 28 مليون و 8400 درهم كتوصل حتى 37 مليون و 3400 درهم. هادي الثمن ديالها اللي معانا 31 مليون و 8400 درهم. لي بخي كلاو ما بانتيغ ميتاليزي بلي فخي دي ماتريكولاسيون. كما كنقول لكم ديما الاثمنة راه كيتبدلوا على حساب العام. مكيبقاو ستابل. كيقدروا يزيدوا و كيقدروا ينقصوا. ومعايا رياض. ها هو ولد البروبريتير. كيما داير رياض بخير. غادي تفرج في الفيديو هذا وغدير لي جيم كومونتير باش نعرفك. سلم عليهم قول لهم باي باي. كما كتبان لكم كازا قلب لهم اخويا امين. كومبوتياج ترامواي طريق عامره. بغيت نصور لكم ديما شي تيست درايف ساعه كنلقى الطريق عامره بزاف. الكونسوماسيون كيف دايره امين؟ كونسوماسيون 8 تقريبا 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 8
ولي بيرفورمانس 0.9 سكوند فيتاس ماكسي 200 كيلومتر في الساعه.
والمنافسات راه ديجا صورت لكم بزاف في هاد الكاتيجوري، من الابرز ديالهم اللي كاينين في جروب ستيلانتيس اللي هما بيجو 3008 اوبل جراند لاند، سيتروين سي 5 اير كروس، الفا روميو طونالي، جيب كومباس. صورت لكم حتى هيوندي تيكسون، كيا سبورتيج وفورد كوغا، كاع الفيديوهات لتحت في الديسكريبسيون اللي ما شافهمش يدخل يتفرج فيهم، ولا غيطلع لكم دابا شي واحد في السيجيسيون. وقولوا لي نتوما في لي كومونتير شكون اللي كتبان لكم احسن ما بين هاد لي اس يو في كومباكت. هادي الشكل ديالها كما قلت لكم راه عصري، كوندويت ديالها راه تري كونفورتابل، ستابل في الطريق، العزل ديال الصوت حتى هو ما كاينش بزاف، والفيزيبيليتي راه مزيانه مع لي غيترو كتبان لكم مزيان. وهادي بلاصه الكونديكتور اللي كتكونوا سايقين، هاد لاكسيليراسيون صغيره ça les modes de conduite maintenant économique standard sport au long d'elle est très spécial le green ardo qui me chauffe avec technara que j'ai fait un toit panoramique ouvrant qui joue fait les sièges électriques le coffre chaud électrique que j'ai zé de واحد شويه هادي فاميليال ملي كتكون عندك العائله ديال الاسباس كوفر فيه 504 لتر هادي طالعه واحد شويه عندكم ليكرو هنايا شنو بوس لي فينيسيون كيما قلت لكم عامره راه كتكون فيها 9 بوس والبواطا فيتاس راه كتجي فيها سي في تي ترانسميسيون ا فارياسيون كونتيني فيتاس واحد بحال غادي تلقاو في سميتها في كيا سونيت اللي ديجا صورتها لكم حتى هي خصهم غير يزيدوا يعمروها بزيت دو كوندويش فحال ديتيكتور ديال لونغ مور يزيدوا فيها شي ريغولاتور دو فيتاس ادابتاتيف ودخلوا شي موتوريزاسيون اخرى كما قلنا. دونك اخوت هادي المراجعه ديال اليوم، كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، لعجبكم ديروا جيم وكومونتير وبارطاجيو الفيديو، وشكرا بزاف اخويا امين اللي عطيتي من وقتك باش نصور الفيديو، وتحيه الرياض شكرا بزاف، واليوم بيس الله فراسك حتى الفيديوهات الجايه الفيديو الجايه بيس.